السلام عليكم، ازيكم؟ سؤال جديد عن الاطباق او العضه صنف ثالث او حالات العضه المعكوسه او حالات الكلاس 3. خليني بس اكد لك في البدايه ان حالات الكلاس 3 بتبقى من الحالات الصعبه جدا جدا جدا، ومش اي دكتور تقويم حتى المتخصصين بيعرف يتعامل معاها بالشكل الصحيح. عشان كده بنصح حضرتك ضروري جدا تختار دكتور محترف بروفيشنال يقدر يتعامل مع الحاله بتاعتك بالشكل الصحيح، بدايه من التشخيص لخطه وخطوات العلاج. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن فعلا المعالجة التقويمية لحالات الكلاس 3 لازم تكون في منتهى الحذر، خاصة في التعامل مع أسنان الفك السفلي، لأن هي بيكون عندها قابلية إن هي تخرج، وبالتالي الشكل والحالة هتسوء أثناء العلاج. علشان كده بيفضل إن احنا نتعامل معاها بأنواع معينة من أجهزة التقويم وبطرق معينة في الميكانيكس وطريقة الحركة اللي احنا بنعملها. وبنفضل في كتير من الحالات اللي بتكون في الشكل ده إن احنا نشتغل في الفك العلوي أولا، ولما نقدر ان احنا نوصل لمرحلة معينة اقدر ان انا وقتها اروح للفك السفلي. فلازم التعامل معاها بيكون بخطة وليس ابدا بشكل عشوائي. فلازم اولا تختار دكتور بروفيشنال، براند جهاز التقويم لازم يكون مناسب لتفاصيل الحالة، لازم كمان حضرتك تلتزم بتعليمات الدكتور التزام كبير علشان توصل الى افضل نتيجة ممكنة. لكن خلينا اطمنك ان لو انت عملت الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، حالات الكلاس 3 على قد ما هي بتكون صعبة جدا جدا جدا، لكن بتكون من أسرع حالات التقويم في المعالجة، وبإذن الله بنوصل إلى أفضل نتيجة في أقل وقت ممكن. فدي مفاجأة، لكن ضروري تلتزم بالخطوات اللي احنا قلنا عليها، من اختيار الدكتور لبراند جهاز التقويم اللي يناسب تفاصيل الحالة، والتزامك التزام كبير بالتعليمات علشان بإذن الله توصل إلى أفضل نتيجة ممكنة. لو في أي سؤال تاني تقدروا تسيبونا في التعليقات، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، دعمكم جدا يهمنا علشان نقدم محتوى أفضل ونستمر معاكم. إن شاء الله نشوفكم على خير. السلام عليكم. باي باي.